لحظة لحظة دي. خلاص أنا 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 يا بنتي. خلاص خلاص ما شاء الله شوفوا أنا. خلاص خلاص يا لولو. لولو الجدار ترى ما تجيكم مرة الجدار. لا 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 انتبه تصدمين عليها. خلاص خلاص يلا مشينا يا ليلى مشينا مشينا خلاص يلا يلا مشينا. خلاص لولو. يا بنت الحلال هي تدرس معكم في المدرسة. لا 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 بس أنت ما تشوف. يا بنت الحلال قلبت هواش. يوم رحت لهم الصبح. أيوه الصبح اليوم. قلت ليلى يلا خلاص 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 يا يا لمار 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 خلاص خلاص لمار وش ذا خلاص لا تخوفينا لا تخوفينا خلاص يلا مشينا ليلى انزلي 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 عشان نمشي. اه يلا يا بابا يلا انحاشت في المفتاح. ها سحبت عليك شفتي. السلام عليكم متابعين تحديات العائله. وش تشربين مويه يا تومي برا برا بالحوش. يلا خلونا نروح الحين لمار يا متابعين نسلم عليها. اكيد انها متجهزه لمار وعندها السيكل بتلعب ليلى مع ليمار في السيكل. يلا مشينا يلا بسم الله امشي 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 يلا امشي امشي بسم الله. هذا هو ها صار اصدقاء يا متابعين صار اصدقاء والله. طيب ها احنا طالعين الان. ها شوفوا هذا تومي قدامنا يمشي. وين يطلع؟ بالحوش؟ لا عادي يا بابا. لا امي بالشارع. بالشارع آه خلاص هذا طلع بالشارع بابا طلع بالحوش عادي يا بابا. شوفي شوفي هذا هو هذا هو بس يلهث يلهث هالكلب هذا. يلا يلا وخر وخر يا تومي. ايش تبي؟ ايش تبي تومي؟ وخر هناك احنا بنروح نصور عند توتو لولو. جانا 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 شوفي اركض اركض انحاش 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 انحاشي يلا جاء ولا راح؟ ها وين؟ ها ارجع 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 يلا افتح افتح الباب افتح الباب انحاش انحاش يلا يلا ارجع هناك. طبعا الان وصلنا بيت لمار ها وتوتو نبي نصورهم. وين دق طق الباب طق مش بسم الله يلا دقت الجرس ليلى بسم الله. عاد نشوف عاد ليلى ايوه هذا جرس يا بابا يلا بسم الله ايوه ها اه يلا جت جت جت. مين هذه؟ مين تتوقعين مين يا ليلى؟ توتو ما شاء الله تبارك الله. يلا الحين مبسوطه. لي خلاص يا بابا لا تخربين الجرس الله يصلحك ويهديك. يلا نقول واحد واثنين وثلاثه ليش ما فتحوا؟ أكيد إنهم بسم الله هذه لا إله إلا الله أنس ما شاء الله. هلا توتو لولو توتو انحاشت ودخلت. هذه لمار يا متابعين. لمار أكيد تبي تلعب على السيكل والدباب. كفك لمار تعالي سلم علي. ما هو الدباب ما شاء الله. سلم علي سلم علي ما شاء الله ما شاء الله. كلمتيها من عند الباب. السلام عليكم كيف حالك شلونك؟ ها اليوم والله والله بالعيال كيف الحال الذيب والله وش اخبارك؟ ها كفو كفو هذا الضرب هذا ما هو بسلام ما شاء الله تبارك الله. طبعا ليلى جايه تبي تلعب بالدباب. يلا تعالي خلينا نلعب بالدباب ليلى ولا يلا ها اي خلاص عادي صح ما شاء الله تبارك الله على انس يا متابعين. دائما انس مره محبوب ما شاء الله تبارك الله بالعافيه ان شاء الله يا رب. وانت يا انس لازم نلعب انا وانت وليلى في الدباب. يلا قربي الدباب قربي جيب الدباب معاك المفتاح. يلا جيب الدباب يلا ما شاء الله ليلى ركبت الدباب. يلا شغل شغل المفتاح شغل المفتاح يا بابا شغل المفتاح. الحين بيشغل المفتاح اللي هو انس. يلا شغل المفتاح حط المفتاح خلينا نشغل السياره يلا انحاش. انس حط المفتاح. ليش افا هيا عاد نفتح ولا بدف ليلى؟ شوفي عاد لمار شوفوا ايش تبي تقولي لها لمار. يلا يا ما تقولي ما تبينا نسمع. يلا عاد المفتاح. طيب عاد عمو المفتاح. افا عندك مفتاح انت؟ ها ما عندك مفتاح ما عندك مفتاح انت ما شاء الله تبارك الله. طيب ما معك مفتاح الا حطم اخواتك الله يهديك يا رب. وش هو يا وش وش هو؟ ها اكيد في شيء. وش هي يا بنات؟ يلا لازم تقولي لي يلا لا لا ها يلا دفي 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 ابي دف ليلى. يلا ولا نبي نمشي نبي نروح. ايوه شاطر شوفوا انس ما شاء الله تبارك الله هدا وعطانا مفتاح. لحظه يلا 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 بسم الله شغلت الدباب. يلا نمسك المويه. لحظه لحظه دي. خلاص انا 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 انا, أنا يا بنتي خلاص خلاص ما شاء الله. شوفوا انس يا متابعين دائما يشغل ما شاء الله يا انس ممتاز. هلا وخري هلا وخر يويو وخر وخر ليش انت خليها خليها تسوق انت ايش فيك يا لمار؟ يلا امشي امشي يا ليلى. الله 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 يويو وخر وخر يويو يلا امشي امشي بسم الله. ادعس ادعس يلا يلا كفو يا ليلى يلا كفو كفو ليلى ها 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 يا سلام يدفها ها روح بالجدار بالجدار دخلها بالجدار لا دخلك بالجدار ما شاء الله ها لا خلاص خلاص يا لولو لولو الجدار
اها وقفه تشوى هذا الدباب يا ليلى. الله اكبر الان خلاص يلا الله اكبر اذن المذن المغرب يلا نروح يا ليلى خلاص 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 لا اذن المغرب اذن المغرب لا نروح نصلي يا بابا ونستغفر نطلب الله سبحانه وتعالى. لا اي ما هي مشكله بس انها بكره بكره ايش رايك بكره بكره يوم الخميس صح بكره الخميس ولا اي يوم الخميس اجيبها عندكم خليها تلعب لين تشبع خلاص. ها وشو الكهرب انتبهوا انتبهوا من الكهرب انتبهوا انتبهوا الله يستر الله يستر يا رب. يلا يلا حط رجلك ها ترى ليلى ها ترى ليلى تعرف تسوق ما شاء الله شوفوا ليلى ساقت ما شاء الله تبارك الله الله اكبر ها يا لمار خلاص خلاص خليها 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 يو دخل هناك زعلان ما شاء الله خلاص يا ساتر خوفتوا ليلى لا تخوفون ليلى ترى ما تجيكم مره الجدار لا 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 انتبه تصدمين عليها تبين تخليها تصدم بالجدار لا عيب عليك يلا دف 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 يا دف خلاص خلاص يلا مشينا يا ليلى مشينا مشينا خلاص يلا يلا مشينا لا خلاص قول انا عندي جوجو كان لا اله الا الله أيوه؟ عندي لانا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما عندك جوجو كان يا بنت الحلال هي تدرس لا. معكم في المدرسة لا لا, لا. بس انت ما تشوف بنت الحلال قلبت هواش رحت لهم أيوة. صبح اليوم لقيتهم طيب وليلى مفصلي مفصلكم لا جوجو ثالث إيه؟ لا جوجو رابع خلاص اجل رابع انت ثالث انت ثاني انا ثالث انت ثالث ما شاء الله تبارك الله خلاص طيب خلاص خليها تلعب هذه ليلى ها واخري واخري ما بسم الله يلا يلا جفت ليلى يلا خلاص 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 يا لمار 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 عاد خلاص يلا يا بابا يلا الان بنروح يا لمار يا خلاص خلاص لمار وش خلاص لا تخوفينا لا تخوفينا خلاص يلا مشينا ليلى انزلي 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 عشان نمشي جايز لك اجل الدف هذا تحبين ها يلا يا بابا يلا انحاشت في المفتاح ها اسحبت عليك شفتي يلا خلاص مثل ما شفتم متابعين اسحبت علينا الامار وطتني هذه شو اسمه الكفر خلاص يا ماما خلاص ليلى يلا مشينا يلا يا شاطره ليلى شوفوا ليلى دائما تسمع كلامي يا متابعين ومره محترمه الا وانت بعد ما شاء الله عليك يا لحظه انس وش يبي وش تبي يا انا لا لا ما تضربين ليلى ليلى بنت عمت لا ما ضربت انا قلت لها امشي اي عادي امشي عادي ما هو ضرب امشي هذا كلام يقال الاب للابن لا عيب ها وشو وشو يا بابا ادخل لا يا بابا بروح اصلي الحين الصلاه يا بابا يلا يلا الصلاه اي لا صليت يا بابا يمكن عاد اجيكم يمكن ما اجيكم ها خلاص يا انس يلا وش تقول للمتابعين لا تنسونا وش اسمه لحظة لحظة ليلى سكر على الباب لحظة تعال ايش تقول لهم لا تنسونا من الدعم واللايك والاشتراك نشوفكم على خير